والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون من عذاب ربهم مشفقون. وقال بعدها وقال قبلها والذين يصدقون بيوم الدين. يصدقون بيوم الدين يتضمن كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى يتضمن الخوف من عذاب الله في ذلك اليوم، ويتضمن الرجاء في ثواب الله وفي رحمته في ذلك اليوم. لذلك قال بعدها والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أن يكون العبد في هذه الحياة الدنيا خائفا وجلا منيبا إلى الله منكسرا، وهذا حال المؤمن يخاف ذنبه، يقوم الليل خوفا من الله سبحانه وتعالى، يبكي من خشيته سبحانه وتعالى، إذا تذكر النار كأنها خلقت له وحده يفر منها ومن أسباب دخولها، إذا تذكر الجنة فإنه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان السلف. قالت فاطمة رحمها الله وهي زوجة عمر بن عبد العزيز، قالت قرأ عمر بن عبد العزيز ذات ليلة القارعة، فلما بلغ قول الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث قالت أغشي عليه، فلما أفاق قال اللهم ارحمني في يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، قالت ثم بكى حتى رأينا خيوط الدم بين عينيه، من شدة البكاء بكى حتى خرج الدم فصار خطوطا في دموعه وفي خده رحمه الله تعالى. نحسبه والله حسيبه. فالعبد يخاف الله ويعظم الله، ويظهر خوف العبد لله عند سماعه للآيات وللمواعظ، ويظهر عند تهيؤ المعصية له فتحول بينه وبين المعصية. هذه الصفة، صفة الخوف من الله، تحول بين العبد وبين أن يعصيه سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي يجعلك تغتر؟ الواجب عليك أن تخاف الله، ويظهر الخوف من الله عند فعل الطاعة. المؤمن الخائف إذا فعل الطاعة معاشر المؤمنين فتلى القرآن حتى ختمه، وتصدق بالمال، وقام الليل، وتعلم العلم، وحفظ الكتب النافعة، وسمع أقوال أهل العلم، ونشر الدين، وفعل أفعال الخير، يخاف الله، لا يغتر ولا يعجب. وإذا ذكرت النار لا يقول هي لفلان وفلان وهو آمن. قال الله تعالى في وصف عباده المسارعين بالخيرات بصدق وبحق، كما قال الشوكاني في فتح القدير في قول الله تعالى من سورة المؤمنون: إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الشوكاني رحمه الله هذه صفات المسارعين بالخيرات بحق، أنهم مشفقون من عذاب الله، وأنهم إذا تصدقوا وفعلوا أفعال الخير، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يتغمدنا برحمته
وأن يتوب علينا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر.